فرحة غضيش نجح العملية فرحة ما مراكش الناس لازن بيا فويس ساول نغدنا نغت الدولة تسنيت مولاي بانس ويني غورنا لأ يغوري بانس يدو وريسني كتقول لكم بلا ان بلي في مراكش قالوا لا تقطعي يديكم وما وافقوش للاب ولا الام ديالها ما وافقوش انهم يحيدوا لها يديها كان عندكم امل ان بنتكم تصبر يا الحمد لله تغير عاوني ربي باش انا عاوني خلص ربي المحواس نديت عاوني خلص ربي الخير خوشي ايمان يسلم الجميع خوشي ما زيد اسمح حواس ما عاوني خلص ربي اخوني عاونا نشكر كاع الناس اللي وقفوا معاها والناس اللي دعموها والناس اللي وقفوا مع نجمه باش ما تقطعش يديها كتقول لكم لان الحاله ديالها حاله الله وما كانش عندهم الامكانيات باش يقدروا يوقفوا مع بنتهم يا ورصاص نسخيواني هذا الله كتقول لك ما سخيناش بها ولكن الغالب الله صراحه حسيت واحد الفرحه كبيره بزاف بنتي راه معضه في يدي ما كاينه واحد اللي شافك كاين كتعيط على شي واحد قال لي راه ما كنعرف سير الله كتب لك الورقيسي حتى 15 يوم 20 يوم قلت 20 يوم 15 يوم عاد رجع لي الورقه قال لي اعطي لك دير عاوتاني رونديفو يرجعك عاوتاني دابا الا تبعنا 15 يوم ما خلينا الدري كيموت بالجوع في الدار الا تبعنا بنت ما عندي ما نعطي له وما عندي باش نشري ليه الدواء ثلاث ايام اللي بنتك جلسات في الزنقه بنتك تدور في الزنقه باش طالب الناس يدخلوها لوبيتال انت ما كنتيش في راسك انا ما في راسي انا مشينا للخدمه ما لقينا الخدمه هاد العواشر لولادك ها مشيتي تجيب الخبز لولادك غنمشي الخبز نمشي نشري العيد ديالي راه في هاد العيد بنتك كون بنتك ماتت في الزنقه ولا وقعت لها شي حاجه في الزنقه ما غاديش تعرف شنو وقع ليها ما نعرف اختي وين انا واخا بنتي كنشوفو الزنقه راه ما عنديش باش نداوي ما عنديش و 3 سنين ديال السبيطار راه ما خلاوني والو عافاك انا بغيت نوصل هذا الميساج هذا وما بغيتش يكون قص في هذا الفيديو الله يجازيكم بخير حنا في 2018 وحنايا مقبلين على اتفاقيه دوليه قد قد الخلا حنا كناشدوا جلاله الملك محمد السادس يشوف منها هذه العائله هذه ومن حال هذه البنت هذه حنا طلبناكم وعاود طلبناكم ولكن تيكون القص في الفيديو ان هذا الميساج ما كتبغوش توصلوه ولكن انا دابا تنطلبكم وتنعاود نطلبكم هذا خاصو تدخل اللي يكون قوي بزاف ما خاصوش نبقاو ساكتين على هذا الشيء حنا كنهضروا هنا على حياه انسان كنهضروا هاد الميساج ديالنا لوزاره الصحه الا كانت عندنا في المغرب وزاره الصحه لا تمثل هاد الناس الفقراء الله يجازيكم سدوا هذاك السبيطارات ما يبقاوش خدامين على الاقل ونطلبوا ناس محسنين ولا يجيبوهم لينا لهنا علاش غنتسمعوا حنا عندنا سبيطارات وحنا ما عندناش